أعلنت الهيئة اليابانية للتعاون الدولي جايكا تقديم الدفعة الثانية من مساعدات الإغاثة لقطاع غزة والتي تشمل مستلزمات طبية. تأتي هذه الدفعة استجابة للاحتياجات الصحية الحرجة المتزايدة في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، أرحب بك وإطلعنا على آخر التطورات لديك عند معبر رفح وما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. منذ وقف سريان الهدنة المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، حيث عاد هذا الاعتداء الغاشم والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، إلا أن المساعدات والإغاثات المختلفة في الشاحنات التي كانت تعبر عبر بوابة معبر رفح المصرية لم تتوقف عن التحرك داخل مدينة العريش ورفح والشيخ زويد وصولا إلى بوابة معبر رفح. وبعد عرقلة قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات من الناحية الأخرى من الناحية الفلسطينية، اليوم أيضا يستمر إدخال هذه الشاحنات باستعداد لـ50 شاحنة متوقفين محملين بعدد كبير من المستلزمات الطبية وأيضا الأشياء المعيشية الخاصة بفصل الشتاء من الخيام وغيرها من المستلزمات المعيشية، وأيضا المواد الطبية والمستلزمات الغذائية المختلفة تم تحميلها بالفعل داخل هذه الشاحنات، وتحركت من مدينة العريش ووقفت أمام بوابة معبر رفح المصرية في انتظار دخولها للناحية الأخرى بعد أن يتم تفتيشها من قبل قوات الاحتلال. وكالعادة يتم عرقلة دخول هذه المساعدات، لذلك تقوم مصر بإدخال عدد أكبر من المتفق عليه دائما حتى يعني لا يسعى الاحتلال بعرقلة دخول باقي الشاحنات وإدخال قدر الأكبر من المساعدات المختلفة. بالإضافة أيضا لدخول المساعدات، لا تتوقف سيارات الإسعاف عن استقبال المصابين من الأشقاء في فلسطين، حيث دخل بالفعل منذ صباح اليوم 26 من المصابين الأشقاء ليتلقوا العلاج هنا في المستشفيات المختلفة في محافظة شمال سيناء وباقي محافظات الجمهورية. دخلوا بالفعل عبر السيارات، وما زالت عدد آخر من السيارات داخل رفح في المنطقة الفاصلة بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية لاستقبال عدد أكبر من المصابين الأشقاء. وهذا أيضا لا يمنع خروج عدد من مزدوجي الجنسية من الأشقاء أيضا من الناحية الأخرى، تستقبلهم السفارات أمام بوابة معبر رفح المصرية. بالإضافة لذلك أيضا ما زال مطار العريش الدولي يستقبل المساعدات الغاثية الطائرة بالطبع عبر الطائرات المختلفة، وتخطط الآن الطائرات أكثر من 110 وتصل إلى 120 طائرة بالفعل. وصلوا محملين بعدد كبير من الأطنان للمستلزمات الطبية والغذائية، وصلوا بالفعل لمطار العريش الدولي منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، ويتم نقل هذه بالطبع المساعدات عبر الهلال الأحمر المصري. وخصيصا تم التركيز هذه الأيام على المساعدات الطبية نظرا للاستهداف المباشر من قوات الاحتلال للمستشفيات، وبعد أن كان الاستهداف للشمال أصبح الآن أيضا الاستهداف للجنوب والوسط. ومن الصعب حسب الهلال الأحمر الفلسطيني وأيضا المنظمات الأممية المتحدة هناك، من الصعب إدخال هذه المساعدات بشكل عام لقطاع غزة، إلا أنها عدد كبير من الشاحنات تكدس بالفعل على الناحية الأخرى حتى تستطيع المنظمات الأممية إدخالها إلى قطاع غزة. أشكرك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش.